كلامك مظبوط طبعا، لسه في ماتش العوده عندنا في بورسعيد ان شاء الله، وزي ما انت قلت المعامله بالمثل. بس احنا يعني يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني. طب احنا النهارده لو ما اشتكناش للكاف وما اشتكناش وقلنا حصل كذا والحجم محمد علي مرسي من نايجر وكل الوعود اللي كانت والمفاوضات اللي كانت بيننا وبين مسؤول فريق ريفرز يونايتد ان احنا كنا هنسافر حتى بالطيران الداخلي، كل ده يا كابتن ملوش اي اساس من الصحه خالص. احنا فوجئنا كمان ان اللعيبه بتاعتنا اصلا سافرت في باصات صغيره جدا وفي طريق وعر جدا يا كابتن، ومش عايز اقول لحضرتك الطريق كان عامل ازاي، وفي فيديوهات لهذا الكلام. يعني احنا المركز الاعلام عندنا ارصد فيديوهات بهذا الكلام يا كابتن، اخد بال حضرتك. النهارده لما توصل يوم المباراه بهذا الطريقه وبهذه الاسلوب وكل كلامهم وكل وعودهم مفيش اي حاجه اتنفذت، فدي مشكله كبيره جدا. يعني النهارده احنا بنلعب مع فرقه وفي نيجيريا وقبل كده سافرنا مره واثنين وثلاث فرق كتير افريقيا، ما شفناش كده. ده بصراحه يعني دي مهزله كرويه. النهارده كابتن ميدو الرياضه بتقرب الشعوب مش بتبعد الشعوب. فيعني عايز اقول لحضرتك موضوع اللي حصل بالنسبه للنادي المصري ده موضوع صعب جدا جدا، واحنا بالفعل تقدمنا بشكوى رسميه ضد الحكم وضد مسؤولي ريفرز وعلى الحاجات اللي اتعملت معانا حتى في التدريبات كمان. امور غريبه جدا يا كابتن ميدو بصراحه يعني. طب هو طب انت حديثك مع طبعا الساده زملائك اعضاء مجلس الاداره بيقولوا لك الحكم عمل ايه؟ هل كان في قرارات عكسيه مثلا ضربات جزاء او حاجه؟ ايه اللي حصل؟ لان احنا ما اتفرجناش على الماتش طبعا. طبعا يا كابتن النهارده حتى اللي يعني في زميل لينا موجود في المنصوره قاعد بيصور بالتليفون بالدنيا وقام وشكر وزعيق وخد التليفون وعايزين يكسروا التليفونات وعايزين وعايزين وعايزين. طبعا هو الحكم كل قراراته كانت عكسيه، واحنا متواصلين مع زمايلي موجودين هناك اخد بالحضرتك، كل القرارات بتاعه الحكم عكسيه جدا يا كابتن. احنا مش هنتجنى على حد، انما كل ده. طب النهارده انتوا اتفقتوا مع احدى القنوات الموجوده اللي بترعى مباريات النادي المصري واغلبيه مباريات الدوري العام كله، واتفقتم على ان انتوا هتذيعوا اللقاء. بعد كده رجعتم في عمليه اذاعه اللقاء ثاني وقلتم ان احنا مش هنذيع، احنا عايزين 50,000 دولار يتعرض عليكم 25,000 دولار، لا مش عارف ايه والكلام ده، وهات وخد وجد الحاجات دي يا كابتن. من حوالي 15 او 10 ايام والشركه الراعيه والقناه بيتفاوضوا معاهم واتفاقات ووصلنا لحاجات، فوجئنا في اخر يومين قال لك لا وسحبوا كل كلامه، حتى ما بعتوش عربيه بس يا كابتن عشان المباراه اصلا تتذاع. يعني هو في نيتهم من البدايه اللي هم ما يذاعوش المباراه، يعني انما بالطريقه ديت وبالاسلوب ده وبالاهانه ديت لا يا كابتن لا. يعني النهارده لما الشنط بتاعه اللعيبه تركب على عربيات المقاولين العرب اللي موجوده هناك ويركبوا في باص صغير كله قاعد على كراسي صغيره ومش عارفين مسافه طويله بتاع 1000 كيلو عشان يروحوا للمدينه اللي هتلعب فيها المباراه. كم ساعه بقى؟ يعني بتاع حوالي 3 ساعات يا كابتن، هو العرض اكتر كمان. يعني في الحدود دي كده اخبار حضرتك. فمشكله انا عايز اوريك انا بس بموضوع يا استاذ طارق عشان موضوع المعامله بالمثل، انا اوريك صوره دلوقتي في فريق سنغالي استقبل نهضة البركان بسنة 2019 استقبال سيء جدا، وكان الأتوبيس أو الحافلة بتاعت الفريق اللي خصصوها لفريق نهضة البركان كان سيء جدا. عايز أوريك لو حضرتك بتتفرج عليا نهضة البركان عملت فيهم إيه لما راحوا المغرب. جابوا لهم أتوبيس عارف فاكر ال 16 اللي هو كان بتاع 100 عقبة تحرير زمان؟ هو ده جابوا لهم القديم ده. والله العظيم جابوهم، انا جايب لك صوره الاتوبيس اهو، جايبين لهم اسوء اتوبيس في المغرب ومقطع والكراسي مقطعه والعفشه مفكوكه وكل حاجه، وفضلوا يلففوهم المغرب كلها. انا بقول لك المعامله بالمثل صدقني. كلامك مظبوط يا كابتن ميدو، كلامك صح ومظبوط، بس يعني احنا مستغربين ليه المعامله كده معانا؟ ليه المعامله كده معانا؟ وبعدين يا كابتن احنا يعني كمجلس اداره مالناش ذنب في عدم اذاعه المباراه، يعني النهارده احنا ذنبنا ايه في عدم اذاعه المباراه؟ دي مش بتاعتنا، دي بتاعت القنوات.
وبتاعت الشركات الراعيه والقنوات اصلا هم اللي بيتفقوا مع بعض. بس هم المشكله يا استاذ طارق ان هم اللي بيتحكموا في الشارع، يعني هو اللي من حقه ان هو يبيع لك ولا لا. وده طبعا اي فرقه تلاقي عندها اصرار، اي فرقه تلاقي عندها اصرار ان الماتش ما يتذاعش، تعرف ان هو على طول يعني ايه مظبط الحكم كويس.